طيب تعالوا نروح نشوف سبعة في بوست، ودي الفقرة اللي احنا كنا ابتديناها مع حضراتكم الأسبوع اللي فات، واللي تتعلق بأهم التعليقات الخاصة بالجمهور على السوشيال ميديا بخصوص جزئية معينة، والجزئية بتتعلق أيضا بمحمد الشناوي لأن هو ترند الفترة دي بعد أدائه المبهر والمميز مع منتخبنا الأولمبي، وإن شاء الله يكمل مسيرته مع النادي الأهلي وكمان يساهم مع زمايله في الفوز ببطولة الدوري. ردود أفعال الجماهير بعد الأداء الرائع لمحمد الشناوي كانت كالآتي: الشناوي هو الأفضل، ده أول تعليق. تاني تعليق كان: قوم يا بطل وكمل المجد مع الأهلي، شكرا. وده كان بعد الصورة اللي شفناها كلنا وهو قاعد على الأرض وكله كان في نص الملعب بيتكلم، كان واضح جدا عليه الحزن الكبير. التعليق الثالث كان: قدمت ما عليك واجتهدت، نحن جميعا خلفك وندعمك. طبعا التعليق الرابع: شكرا يا شناوي، عملت اللي عليك وزيادة، كنت عند حسن الظن، ولولا الشناوي بصراحة في الماتشات كلها الأربعة اللي اتلعبوا كان زمان الشكل أسوأ من كده كمان للأسف يعني، لكن الشناوي كان بطل من الأبطال المميزين جدا. محمد الشناوي قدم ملحمة إبداع في التصديات، والتصديات كلها كانت مبهرة ومميزة وفرقت في مشوار المنتخب، ده أمر مؤكد. كمان نروح لتعليق سادس: محمد الشناوي يستحق الإشادة على ما قدمه طوال الأولمبياد، ده طبعا أكيد. وآخر تعليق سبعة بوست: حارس كبير بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أكيد هو فعلا حارس كبير جدا جدا وأدى بطولات مميزة.